اللقاء الافتتاحي، بل كان التعادل فقط في مباراه واحده كان امام واتفورد في بدايه موسم 2017 2018 بالتعادل كان 3-3. العمل ميليه اللي خرج في توقيت كان مناسب، واول فرص اللقاء في اللقطه امامنا هنا من جانب اللاعب البرازيلي فيرمينو. شوف فيرمينو، شوف تحرك امامنا واحد من اصحاب الخبرات لوك ايلينج امامنا، استلم محمد صلاح يسدد ولمسه اليد امامنا هنا ركله الجزاء. مايكل اوليفر 3 دقائق، فريق مارسيلو بيلسا، الفريق اللي بياتي وسط الكبار الموسم الماضي في الدوري 15 منهم في هذا الملعب في انفيلد. يفتتح الموسم محمد صلاح، اخر هدف كان سجله في مرمى برايتون في يوم 8 يوليو، وغياب عن التهديف حتى في يعني اللقاءات الوديه اللي كان خاضها. مره انطلاقه امامنا هنا، محمد صلاح استلم على طول من ماني صلاح، لكن المره دي ترتطم في المدافع الهولندي امامنا هنا ناشئ نادي لمسه. ادي امامنا هنا شخصيه اللي عند الشامبيون شيب، ادي هدف التعادل، هدف التعادل، لكن تعالى في رايه في تسلل. ادي هيلدر 10، ادي بابلو هرنانديز، وادي امامنا المحاوله كان ممكن تتلعب بشكل افضل الى باتريك امامنا باتريك بانفورد اللاعب اللي اتضم لعوبه 55 استحواذ مقابل 45، عدى بشخصيه حلوه قوي. يا ولد جاك هاريسون لسه بنحكي عن بطل الشامبيون شيب في هذه اللقطه وفي هذه المحاوله. صعب قوي ان تواجه ليفربول في انفيلد، لكن جاك هاريسون امامنا هنا ياتي بهدف التعادل في اللقطه اللي امامنا من جانب نادي ليدز يونايتد. ليدز العراقه، ليدز التاريخ، ليدز اللي امامنا هنا هو شوف بدايتها حلوه قوي، وسجل ايضا في ذلك الوقت لي بوير امامنا هنا استلام على طول وكان سجل جنود ليفربول. وادي امامنا هنا الكره اللي تطلع الى خارج الملعب الى ركله مرمى. اخر فوز مع ايدي جراي اللي هو الاسكتلندي اللي كان تولى خلفا لديفيد اولانيوا، واحده ثانيه خطيره في طبعا موسم الهبوط في ذلك الوقت. حارس المرمى، وادي امامنا ماني ممكن يسجل في المرمى الخالي، ويسجل ماني، يسجل امامنا ماني بخطا قاتل من حارس المرمى، لكن ايه ده، في رايه وفي تسلل. راح ركله الجزاء يعني ما زعلوش، على طول لموا نفسهم سريعا ودخلوا في اجواء اللقاء. وادي امامنا هنا المدافع الهولندي باسكيسون، واحسن لاعب عند الجماهير كان ماني. كره على طول عاليه، الثاني، يا سلام يا فان دايك، الركنيه من روبرتسون، وفان دايك من قوتها كره امامنا هو من الكرات الجميله لفان دايك اللي سجل في الموسم الماضي 5 اهداف في اطار الدوري. ثنائيه كان في مرمى نادي برادا كان للاعب هيلدن ايضا كان ملغي، وادي الكره اللي ضيعها باتريك بانفورد، والانقاذ كان رائع الحقيقه. لكن شوف ايدي جانب ماني ترجع هندرسون، دي التمديده حلوه جوردن هندرسون مهم، قال لك مره ثانيه روبرتسون يفكر يسدد، دي راس الصديقه. يا ولد لا المره دي صح على الخطا، وكوره كانت من باسكال ستروك الهولندي في شوف امامنا هنا ليدز يونايتد. مين اللي بيغلط المدافع الافضل في العالم والاغلى، لكن هنا هدف غالي باتريك بامفورد. مباراه واخده طابع المباريات الوديه كانها مباراه اعداديه. بص امامنا اهو خطا ما يعملوش لاعب في اعدادي يا فان دايك، كره فيها خطا كبير جدا، لكن يسال 2004 وكان 2-2 كان تعادل. مره ثانيه صلاح ممكن يسجل، يا ولد مهما وصفنا ومهما اتكلمنا مش هنحكي ولا نزيد ولا نعيد.